متتبعي قناة بيت الصحة والسعادة، السلام عليكم. عرفتي فاش كتسويتي اولا كدوز من السكر الجليكوز لهاد الاجسام الكيتونيه؟ عرفتي فحال الا كانت عندك شي طوموبيله ديازل يعني مازوت وبدلتي لها لو سيستم رديتيها كتخدم بالطاقه الشمسيه، طاقه نظيفه ما فيها تلوث ما فيها مشاكل ما فيها صداع، بحال هكا الجسم. اليوم ان شاء الله الموضوع غادي يكون على واحد لو ريجيم او حميه غذائيه اللي دارت بوم في السنوات الاخيره وتبعوه ملايين الاشخاص في العالم في جميع القارات. المفعوليه لك السحر وتفاو بها الناس من بزاف ديال الامراض العصر المستعصيه. تعمدت اني ما ندويش عليها في القناه لان بزاف ديال القنوات الاخرى منهم اخصائيين واطباء وحتى اللي ما عارفين والو حتى هما دوا في الموضوع، لهذا ما بغيت نتزاحم حتى انايا ما علم ان المعلومه موجوده على الانترنت وسهل الواحد يحصل عليها وخصوصا في هذا لو سوجي بالضبط. ولكن مع تولي الحلقات كل مره كنتلاقى مع شي تعليق او كتجيني شي رساله كاين اللي كيقول لي اشنو الراي ديالك على هذا لو ريجيم، واش كتنصح به او لا كاين اللي كيقول لي دير لينا حلقه كاع اشرح لينا فيها هذا الريجيم. بحال واحد السيد جاوبته قلت ليه ما بغيتش ندوي عليه حيت المعلومه موجوده وكلشي كيعرف هذا النظام الغذائي، ما غاديش نجي انا حتى الاخر وغادي ندوي عليه، الحلقه غادي تدوز باسلة شي شويه. قال لك سيدي لا راه بزاف اللي سامعين بهذا النظام وكاين اللي متبعوا كاع وما عارفش كيفاش كيخدم، بغينا تفسيرات ساينتيفيك كيف ما مولف كتشرح لينا، وزيدا بغينا تشرح لينا هذه الحميه بطريقتك، زائد بغينا الراي ديالك عليها حيت كاين اللي كيقول لك انها زايده ناقصه وكاين اللي خرج عليه كاع، واش هادشي صحيح او لا؟ ايوا شفت تعيت وقلت علاش لا نديرو حلقه كامله مكموله على هذه الحميه تكون سبيسيال مختصره وفيها جميع المعلومات اللي بغيتو تعرفوا عليها. بقاو معنا، معكم اخوكم رضوان شوقي دائما في المختصر المفيد. النظام الكيتوني او لا الكيتو دايت، هذا النظام بدا العمل به او لا تكتشف سنه 1920، كانوا كيداووا به الناس اللي كيعانيوا من مرض السكري النوع الاول والثاني في المستشفيات، وبقاو كيطوروا فيه مره كيزيدوا حاجه مره كينقصوا حاجه حتى لدرجه انهم بداو كيعالجوا به الاطفال اللي كيعانيوا من الليبيليبسي اللي هو مرض الصرع، وعطات نتائج مبهره. ومن بعد تمكنوا كذلك يعالجوا به ضغط الدم المرتفع لدرجه ان الناس المصابين بلا طونسيون تخلاو على الاقراص اللي اعواهم هما كيستعملوها والضغط عندهم تسوى. عالجوا بها كذلك مشاكل الجهاز الهضمي وما اكثرها، بحال جرثومه المعده، بحال شي شحال الامعاء، امراض القولون، الانتفاخ، الغازات، المهم جميع مشاكل الجهاز الهضمي سوف تختفي تماما حتى هي. مشكل اخر ديال تكيس المبايض، كاين العيالات اللي ما كانوش كيولدوا ومع هذا النظام هادي ربي يرزقهم باولاد، الرجال اللي عندهم ضعف الحيوانات المنويه حتى هما، وبقاو غاديين بحال هكذاك من مرض لمرض لدرجه انهم وصلوا بداو كيعالجوا به بعض السرطانات بحال سرطان الثدي عند النساء وسرطان البروستاتا عند الرجال. المهم نظام عجيب صراحه كيضبط جميع مشاكل الجسم، راه هادشي اللي ذكرت ما هو الا القليل، وفين ما كاين شي خلل في الجسم كيصلحوا. تبارك الله هادشي مزيان السي رضوان، واخا قول لي واش يمكن لاي واحد يعتمد على هذا النظام هذا؟ بطبيعه الحال اي واحد يمكن ليه يبدا، غير هو خاصو يعرف علاش كيعتمد وكيفاش يطبقه باش ما يوقعش في بعض المشاكل. نظام الكيتو كيركز على جوج ديال الحوايج، اول حاجه وكنسطر عليها مزيان، اول حاجه هي الصيام المتقطع، ثاني حاجه هي استبدال النشويات والسكريات باش بدوهم. الصيام المتقطع راه كنا شفناه في الحلقه ديال رمضان، ما فيها باس غنديروا هذا ليكستري باش نفهموا مزيان. عشنا هو هذا الصيام المتقطع؟ كيقول لك كنبداو بالتدريج، في الاول كتاخذ 3 ديال الوجبات خلال 8 ديال السوايع، كتفطر مع 12، كتغدى مع 4 ديال العشيه، وكتعشى مع 8 ديال الليل، صافي ما كتزيد حتى شي حاجه اخرى، وما تاكلش بيناتهم حتى شي سناك، وتبقى غادي على هذا لو سيستيم من 3 سمان حتى الام. من بعد هاد 3 ديال الوجبات فعاود مكانو في 8 ديال السوايع، غادي تردهم في 6 ديال السوايع، يعني غادي نفطروا مع 12، غادي تغدى مع 3 ديال العشيه، وغتعشى مع 6 ديال العشيه، صافي سالينا، ونقطعوا الماكله حتى 12 ديال الغد ليه، وسير على هاد لو سيستيم عاوتاني واحد 3 سومين، على ما لو كور يولف عاوتاني، واحد شويه الجسم شنو كيوقع فيه؟ الجسم ديالك غادي يولف، وغادي يوليو عندك غير جوج ديال الوجبات، الفطور مع 12، وما غاديش تبقى تحس بالشوع، وغادي تولي تشرك وجبات الغذاء والعشاء في وجبه واحده مع 6 ديال العشيه. هذه هي طريقة الصيام المتقطع. ثاني حاجة قلنا شنو هي؟ هي استبدال النشويات والسكريات بالدهون، وهذه خاصة شوية ديال التركيز. قبل ما نبدا عاوتاني في الشرح لازم نسمعوا هذا المقطع هذا من الحلقة ديال مقاومة الأنسولين باش نفهموا مزيان عاد باش نكملوا إن شاء الله. أون فوا كتبدا تاكل أي حاجة كليتيها نسبة السكر كتطلع، شي حاجة اللي عادية. هنا البنكرياس كيبدا يفرز لنا في هرمون الأنسولين. الأنسولين كياخذ لنا داك السكر اللي زايد وكيمشي للخلايا وكيجبد الساروج كيبدا يحل خلية بخلية وكيدخل لهم هذاك السكر. هنا الخلية من بعد ما كتاخذ داكشي اللي خاصها ديال السكر اللي كتحولو من بعد للطاقة أو لوقود، الخلايا كتصيفط إشارة للبنكرياس كتقول ليه الله يخلف شكرا وصلتنا الأمانة شبعنا.
في كل مره كتاكل كيرتفع السكر، الانسولين كيتفرز كيدخل السكر للخلايا، كتاكل عاوتاني السكر البنكرياس الانسولين للخلايا، وهي غاده في كل وجبه في كل اكل كليتيه كيوقع هادشي سبحان الله العظيم. مع مرور الوقت والسنوات الانسولين هادوك المستقبلات اللي عنده اللي قلنا عليهم الساروت واللي بهم كيحل الخلايا ما كيبقاوش خدامين، وبهذا ما كيبقاش قادر يدخل السكر للخلايا، وهذا ما يسمى بمقاومه الانسولين، وهادشي سبب السكريات الزائده او صرح العباره للاكل الزائد. واش مقاومه الانسولين هذه اللي دوينا عليها هي اللي كتسبب لنا السكري من النوع الثاني؟ تماما هي اللي كتسبب لنا السكري من النوع الثاني، ولكن راه ما كيسببش لينا غير السكري، راه عنده بزاف ديال الاعراض الجانبيه الخطيره. بحال اش؟ بحال تصلب الشرايين، بحال امراض القلب، بحال تكيس المبايض، الزهايمر. كيسبب لينا كذلك الضغط العالي، لاطونسيون، الكوليسترول، السكته الدماغيه، كيخرب لينا الاعصاب وكيضرب لينا العصب البصري، واخرتها واللي معروفه عند الاغلبيه ديال الناس هو ان السكر كيغذي لينا الخلايا السرطانيه. يعني الا كان عندنا شي خلل في شي خليه اولا شي خليه مريضه فنسبه التحول ديالها للخليه السرطانيه كتكون مرتفعه. يا ربي السلامه، هادشي كله هادشي كله مع العلم اني ذكرت لكم غير داكشي اللي تفكرت. من بعد ما الاطباء والعلماء شافوا الاضرار والمصائب اللي كيتسبب فيها سكر الجليكوز الا كان مرتفع في الدم، بداو كيقلبوا اشنا هي الاطعمه اللي فاش كتستهلكوها كتحول بنسبه كبيره لسكر الجليكوز. لقاو على انها النشويات والسكريات. النشويات بحال الخبز، القطعاني، المعجنات، البطاطا، القرعيات الى اخره، والسكريات الفواكه، العسل، التمر. اما لي بونبون لي بيسكوي والمواد المصنعه هذيك راه باينه بلا ما ندوي عليها، هذيك خاصها تحيد بلا هذه بلاديك. المهم قال لك شنو غادي نديرو، غادي نقطعوا هاد النشويات والسكريات على الجسم ونشوفوا رده الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. لقاو على ان الجسم سبحان الله العظيم عنده واحد لو ميكانيزم او له واحد لو مود اخر اللي هو حرق المخزون. المخزون شنو؟ هما الدهون اللي الجسم خزنها، لقاو كيحرقها وكيفرز واحد الاجسام كيتونيه اللي كتولي هي المصدر الرئيسي ديال الطاقه فعود سكر الجليكوز اللي قطعنا عليه. والجميل في الامر هي ان هاد الاجسام الكيتونيه مقيه لواحد الدرجه ما كتصورش، وجميع اعضاء الجسم كيفضلوها كمصدر ديال الطاقه. عرفتي فاش كتسويتي اولا كدوز من سكر الجليكوز لهاد الاجسام الكيتونيه؟ عرفتي بحال الا كانت عندك شي طوموبيله ديزل يعني مازوت وبدلتي لها لو سيستم رديتيها كتخدم بالطاقه الشمسيه، طاقه نظيفه ما فيها تلوث، ما فيها مشاكل، ما فيها صداع، بحال هكا الجسم. الوغ ملي شافوا الجسم التجأ للدهون باش ينتج الكيتونات ويستعملها كمصدر ديال الطاقه، قال لك صافي حنا غادي نعاونوا الجسم ونزيدوا نعطيوه دهون من غير هذيك اللي مخصنا في الجسم، زائد صيام المتقطع كيف ما شفنا. غادي نعطيوه في كل وجبه قال لك ما بين 60 حتى 65% ديال الدهون، ومن 30 حتى 35% من البروتينات الحيوانيه، وكنركز على الحيوانيه وهذه غادي نرجعوا لها من بعد، وما تبقى من 5 حتى 10% من الكربوهيدرات. هذا باختصار هو نظام الكيتو، استبدال سكر الجليكوز اللي مولفه الجسم كطاقه باش بالكيتونات اللي كتجي من الدهون، سواء الدهون اللي عندنا في الجسم مخزنه او اللي كناكلو في الوجبات. داكو، بغيت نسولك واحد السؤال شخصي شويه، دابغي هادشي اللي قلتي على هذا النظام هذا واش انت متبع او لا؟ لا صراحه لا. وعلاش؟ واش عنده شي مضاعفات؟ ما غاديش ندخل معاك واش عنده شي مضاعفات او لا، لا. ولكن علاش هذا النظام داروه لو بروميير جوغ؟ باش يعالجوا به بعض الامراض. الا كنت غادي نستعملو على قبل نعالج شي امراض او نصلح شي خلل عندي في الجسم واخا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن باش ناخذ نظام التغذيه ديالي نمشي عليه حياتي كامله واخا ما كنعاني من والو، هذه ماشي هضره. باش نحرم على راسي الفواكه، نحرم على راسي القطاني، نحرم على راسي التمر، نحرم على راسي العسل، نحرم على راسي شي حوايج محللهم الله عز وجل، ما بقى معنا. فاش كنكونوا صغار الجسم ديالنا كيكون معاوننا، واخا كنخربقوا ماكلتنا غير بسم الله ما كنردوش البال، مع الحركه والصغر الجسم كيقول لك ماشي مشكل، انا معاك نستحمل نهز الدق بلاصتك. ولكن فاش كنكبروا مثلا كنوصلوا ل 40 سنه فما فوق، لو كور ديالك كيقول لك الله يجعل شي بركه، عييت ما نستحمل، نوبتك دابا انت اللي خاصك تعاوني. باش غادي تعاونوا؟ غتعاونوا بالاكل الصحي وتعرف راسك اش كتدخل مع فمك، وبالحركه. الا كان شي مرض اولا شي خلل في الجسم ما فيها باس نلتج لهذا النظام الكيتوجيني باش نصلحه. منين نولي حاس مزيان ونولي لاباس نشوف اشنو هو السبب اللي كان مورا المشكل اللي كان عندي ونحاول نتفاداه. زائد حاجه اخرى اللي هي اللحوم والدهون ديالها والزبده الحيوانيه، هادو كيعتمد عليهم هذا النظام بزاف بزاف بزاف، وانا اكثر واحد عارف اللحوم والشحوم ديالها اشنو فيها. لهذا فهاد الريجيم بالنسبه لي انا
ما غاديش ناكل اللحوم، ما غاديش ناكل الشحوم ديالها، ما ناكلش السبده، ما ناكلش بزاف ديال الحوايج، غنبقى محصور ما بين اسماك وبيض كمصدر ديال البروتين. ما غناكل قطاني، ما غناكل مصادر اخرى نباتيه ديال البروتين، ما غناكل حتى شي حاجه. كاين بعض الاوقات اللي كيكون عندك الوقت والخاطر باش توجد ماكلتك، وبعض الاحيان الوقت ما كتلقاش. والخيبه الا كسرتي هذا النظام نهار واحد بحال اللي ضربتي كلشي في الصفر، خاصك تعاود كلشي من الاول. بالنسبه للوجبات ما بغيتش ندخل معكم في التفاصيل، ما كلوا هذه الحيد وهذه لما كيف ما قلت لكم كلشي كاين في اليوتيوب وفي جوجل، ديروا وجبات الكيتو غادي تلقاو الكثير من الامثله، خذوا منها اللي مناسبكم. هادشي راه غير باش ما نطولش عليكم، بانت لي الحلقه تجاوزات 10 ديال الدقائق. المهم كنتمنى نكون جاوبت على جميع الاستفسارات ديالكم، خليت لكم راحه، تهلاو في راسكم، والى حلقه مقبله مع موضوع جديد ان شاء الله.